أما النائبة سلاف درويش عضو مجلس النواب أمين مساعد المرأة بالنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، قالت إنها صوتت برفض قانون الخدمة المدنية خلال التصويت الإلكتروني، وده عكس اللي ظهر في المضابط. وقالت كمان في تصريحات لينا لعينا على البرلمان إنه ربما يكون حصل خطأ داخل المضبطة الكتابية بسبب ضغط الشغل، وإن بعض النواب طالبوا بتعديلات داخل المضبطة في موضوع قانون الخدمة المدنية والتصويت عليه، وأعلنت إنها تتقدم بطلب لمجلس النواب والمستشار أحمد سعد الأمين العام للمجلس عشان يتم تحرير محضر لإثبات تصويتها برفض قانون الخدمة المدنية وليس تمريره.